مرحبا بكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. معكم أستاذة انتصار مستوى الرابع. درسنا اليوم سوف يكون في مجال النشاط العلمي تحت عنوان دورات الحياة والوراثة عند الكائنات الحية. كما تعلمون، من بين أهم خصائص الكائنات الحية هي القدرة على التوالد، وذلك بهدف الحصول على جيل جديد يشبهها، كما تلاحظون في الصورتين معا. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الحيوانات تضع صغارا تشبهها من حيث الشكل والحجم، وأيضا من حيث لون غطاء جلدها. إذن أصدقائي، في نظركم كيف يمكن لي الحفاظ على بقاء النوع؟ وأقصد ببقاء النوع هنا أي بقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، وذلك من خلال عاملين اثنين، ألا وهما التكاثر والرعاية. التكاثر والرعاية. الآن سوف نتعرف على أجزاء الزهرة. تتكون الزهرة من أربعة أجزاء رئيسية، وهي الأسدية، البتلات، السبلات، والمدقة. أعيد: الأسدية، البتلات، السبلات، والمدقة. كما تعلمون بأن المدقة هي الجزء الأنثوي، والأسدية هي الجزء الذكري. إذن تتكون الزهرة من أربعة أجزاء رئيسية، هي البتلات، السبلات، المدقة، والأسدية، وتختلف من حيث اللون وعدد بتلاتها. إذن لاحظوا معي هذه الصورة جيدا. كيف يمكن لي الحصول على نبتة جديدة؟ من خلال ماذا؟ من خلال البذرة. نعم، أقوم بزرعها وسقيها، وبعد مدة معينة أحصل على نبتة جديدة، أليس كذلك؟ إذن كيف أحصل على نباتات جديدة؟ من خلال البذور. ممتاز. إذن ما هي الوسيلة التي تمكنني من الحصول على نباتات جديدة؟ وهي ماذا؟ أقوم بزرع ماذا؟ البذور. جيد. إذن كخلاصة للدرس، يمكن أن نقول بأن البذور تنتشر لتعطي عند الإنبات نباتات جديدة تشبه النبات الأم، ويساعد هذا الانتشار أو التكاثر على استمرار النوع والزيادة في عدد البذور. شكراً.